من حال حسين هاني من حال من حال طريقتك كلش مي حلوه والله مو حلوه للحين قاعد فوق هالسجور يفعل انا لله وانا اليه راجعون متعب شيل يا خل نزلك من حاله قعدت هذا كذي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عليك الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون شل قدره شل نصيب ثلاث ايام يا سعد لا اكل ولا اضغط الاكل ولا حط بريج هاك امي تقدم فقد حسين لازم تاكل حسين حسين كده لقمة هاي علشان عشان اخوك حسين حسين قول لي ارحم والديك حسين ابوي لقمة لقمة ادري ادري شو ابي لقمة خل ترقع ادري شو ابي يمه امي حسين يبي مرق تبي مرق؟ اي ابي مرق ان شاء الله اعطي مرق اشرب اشرب خل تود قلبك شوية اشرب مرق اشرب اكل صار لك ثلاثة ايام اطب الزاد بحلقك ايش هالقدره ترى هاي شغلي اجيب الزاد واحطه واشيله مثل ما هو حسين احب الرويد حسين حسين احب الرويد حسين اكل الرويد اكل ما ياكل الرويد بسم الله عليك اخاف مات حسين حسين مات اكل علشان امك علشان امك حسين بعد اللي صار بعد كل اللي صار أكل بعد كل اللي صار وجرى لا يمكن أكل شيء لقمة لا يمكن لقمة تنزل من بنا لقمة أمي خلت يقود قلبك استغفر ربك وكلك لقمة خلت يقود قلبك من أهل الله شو اسوي لكم؟ شو ابو مرقه؟